أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3.2 درجات على سلم ريشتر زوال اليوم الأحد في منطقة أيت سدرات بإقليم تنغير. وكشف مصدر من السلطة المحلية أن المصالح المختصة بعمالات الإقليم توصلت من المعهد سالف الذكر في نشرة إنذارية بأن هذه الهزة التي حدد مركزها بدوار أيتوفي التابع لجماعة أيت سدرات بالجبل السفلي وقعت على الساعة 12:24 زوالا.